من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم خصوصا على وعلى السماوات وعلى افضل المتقين عامل المؤمنين امام المتصدقين علي بدر الشدي معدن الشديك والصفا وعلى النجم الحق والصواب الذي كان رايه موافقا بالواهب والخطاب عامل المؤمنين امام المطارين وعمر بن الخطاب عامل الجوار والجفاء وعلى سمع القران قميل الحياء والايمان عامل المؤمنين امام المتقين عثمان بن عفان من غير العلم والحال وعلى سيد الله الغالب امام المشارق والمغارب عامل المؤمنين وامام المهتدين علي بن ابي طالب خاتم الخلفاء وعلى الخمرين نارين ابي محمد بن حسن وابي عبد الله الحسين سيد الشهداء وعلى ام هذه الشهيرة النساء فاطمة الزهراء وعلى ام المكرمة عند الله وعند الناس عامل المؤمنين ابي امامة الحمزة وابي الفضل العباس وعلى الواقف من الاسرة المبصرة الذين بايعوا تحت الشجرة اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم على صلاة الكرام والخواف جامعين جنافا رب الحق